في نظري، وأعطي الكلمة لبعض المتدخلين الذين رفعوا أيديهم، وأبدأ بالسيد وليد محمد صالح طوير، ربما أول من رفع يده ليأخذ الكلمة، فليتفضل مشكورا لنستمع إلى سؤاله. أرجو أن يفعل الميكروفون له حتى يتمكن من الكلام. أستاذ يوسف، نعم دكتور. أنا أرجو أن تكون المداخلات فيها إضافات وفيها ليست أسئلة فقط، فأرجو من الإخوة الأساتذة والطلبة والمشاركين أن يتفاعلوا في إثراء المحاضرة، فليس بالضرورة أن يوجهوا لي أسئلة لأجيب عنها. هذا يعني مشروع، ولكن أنا أريد أن يتفاعلوا، أن يثروا النقاش في هذا الموضوع، وهذا أفضل. تفضل أستاذ. نعم شكرا لك أستاذ، وهذا أيضا مطلوب، لأن ليس بالضرورة أن تكون كل الحوارات عبارة عن أسئلة، بقدر ما يمكن أن يضيف الخصوص الذي يشتغل على الموضوع إذا كانت له إضافات يمكن أن يضيفها، وبعد ذلك أنتم يبقى لكم التعليق أو التصويب إن كان في تعليقه ما لا تتفقون معه، أو تأكيد ما يذكره السائل. إذا أعيد وأعطي الكلمة إلى وليد محمد صالح طوير. أعطيته الكلمة، ربما عنده مشكل تقني. إذا أنتقل إلى شفيق جيرودي، أظن اسمه إن كان هكذا، شفيق جيرودي ليأخذ الكلمة إن كان له سؤال أو تعليق أو إضافة. ربما عنده مشكل في الصوت أستاذ، يعني لا تظهر علامة الميكروفون. لا أدري يعني ما المشكلة الحاصلة بالنسبة لي. أعطي أيضا، لدينا بدر جيرودي أيضا. يعني حتى هو أعطيته أستاذ، لكن ربما عنده مشكل تقني أو غائب ربما. ياك ما المشكل ما عندك يا عبد الرحمن؟ لا لا، أتحت لهم يعني إمكانية أنهم يفتحوا الميكرو ديالهم بأنفسهم يعني. إذا لدينا اسم آخر، هكذا أكلكل، لا أدري هل هذا اسمه صاحب. تفضل. عبد الرحمن، أستاذ أعطيته الإمكانية، ربما خصو يعني يجب أن يقوم بتفعيله من عندي. أستاذ أعطيه الإمكانية، لكن ربما لا يمكن تفعيله. انتقل أستاذ إلى شخص آخر ربما حتى. محمد الحناط. تفضل سي محمد الحناط، أعطيتك الإمكانية أن يرجى تفعيل المايك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم، هل تسمعوني؟ نعم، معنا سي محمد. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أستاذ الكريم، بارك الله فيكم وبارك في ضيفكم على هذا الموضوع الجيد والرائع المتعلق بالعلاقة والروابط بين أصول الفقه وعلم الكلام. طبعا أنا أريد أن أسأل الضيف الكريم عن مسألة التعليل بين أصول الفقه وعلم الكلام، وهو الأمر الذي خصص له محاضرته. ألا ترون أستاذي الكريم أن قضية الخلاف في العلة
في أصول الفقه مثاره ومرده إلى الخلاف في علم الكلام؟ لأن ما نعرفه أن مسألة التعليل جرت بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة التأثير الذاتي، بمعنى هل العلة تؤثر بذاتها أم لا؟ فالمعتزلة إذا كانوا يقولون بأن العلة تؤثر بذاتها، فالأشاعرة بأجماعهم يجمعون على أنه ليس للعلة تأثير ذاتي، وإنما هناك أمر آخر قد يكون مؤثرا بإذن الله، وقد تكون باعثا، كما حدث كذلك هذه الآراء والأقوال ابن السبكي في جمع الجوامع حينما قال الثالث العلة، قال أهل الحق المعرف وحكم الأصل ثبت بها لا بالنص خلاف الحنفية، وقيل المؤثر بذاته والغزالي بإذن الله والآمد الباعث. بمعنى أن ألا ترون أن الخلاف تسرب إلى أصول الفقه جراء الاختلاف في علم الكلام، وأنتم تفضلتم على أنكم على أن هناك فرقا عند الأشاعرة في التعليل بينما هو كلامي بينما هو كلامي وبينما هو فقه أصولي، بمعنى أن الأشاعرة يرون أن العلة في علم الكلام تؤثر، وأعطيتم على ذلك أمثلة، وإن كنا نظن أن الأمثلة التي ذكرت هي ليست من قبيل العلة، وإنما هي من قبيل ترتيب الأسباب بعضها على بعض. إذن ألا ترون أن التأثير في أن الخلاف في أصول الفقه في التعليل إنما جاء من جراء الخلاف في علم الكلام؟ هذا سؤالي، وشكرا لكم على هذه الملاحظات والإفادات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سي محمد. أجيبك أحسن. نعم تفضل دكتور. شكرا سي محمد. طبعا الخلاف هو في بين الأشاعرة وبين المعتزلة حول تعليل الأحكام، هل الأحكام تعلل عقليا بذاتها أم لا تعلل الأحكام، إنما هذه الأحكام لا تحمل قيمة ذاتية. طبعا الخلاف هو خلاف في أصله، هو خلاف كلامي عقدي في التوحيد وفي السببية معرفي، لا شك في ذلك. في التوحيد أن لا فاعل إلا الله عند الأشاعرة، وأن لا شيء مؤثر في أفعاله، أن هذا التأثير يمس من قدرة الله، إنما المؤثر والفاعل هو الله. فالمسألة هنا مرتبطة بالتوحيد عند الأشاعرة، والخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في قضية نسبة الإرادة أو نسبة التحسين والتقبيح، ومرتبطة حتى بالقضاء والقدر، يعني هل الإنسان فاعل، هل الإنسان حر أم غير حر. هذا هو الإطار العقدي لهذا الخلاف، لهذه الخلفية الكلامية، من جهة المعرفية أو المنهجية. فإن الأشاعرة يتحدثون عن في موضوع السببية أو عن مجال العادات، وأن العلاقات بين السبب والمسبب ليست يعني علاقة، هي علاقة إمكان وجواز، وليست علاقة ضرورة، أي ليست علاقة حتمية بالمعنى الحتمي. فلا شك أن الخلفية هي خلفية معرفية وخلفية عقدية دينية متصلة بالتوحيد، بالتالي متصلة بذات الله وصفاته، ومتصلة حتى بعلاقة الإنسان بالله في قضية القضاء والقدر. قلت الخلاف تسرب إلى الفقه جراء الخلاف الكلامي، لا شك في ذلك، أن بناء أصول الفقه على أصول الدين، على علم الكلامي،
علم الكلام هو العلم الذي علم الرئيس الذي وجه المباحث الفروعية، لأن الفقه وأصوله هي من علم الفروعي، يعني من بنظرة أصولية كلامية. الأصول علم الكلام هو علم الأصول، أما علم الفروعي فهو الفقه وأصول، حتى أصول الفقه هو علم فروع بالنسبة لعلم الكلام. ولذلك فإن الذي سيوجه كما قلت لك في المحاضرة الأولى، أن الذي سيوجه المباحث الفقهية والمباحث الجزئية والأصولية من الفقه هو علم الكلام. لذلك الخلاف هو خلاف له خلفية كلامية بالأساس. فإذا كان علم الكلام هو العلم الرئيس وهو العلم الموجه لكل العلوم الإسلامية والتي منها أصل أصول الفقه، والذي هو علم فرعي ومن علم الفروع بالنسبة لعلم الكلام، فإن الذي سيمد الفقيه والأصولي بالجواب في مسألة التعليل هو الكلام. بقي أن أشير إلى ملاحظة، أن المفارقة العجيبة، هذا من باب المفارقة في العقد الأشعري، في العقد الإسلامي الأشعري، أن العلة في علم الكلام هي موجبة بذاتها، حتى موجبة بذاتها حتى يعلل مسائل العلم أن الإنسان عالم بعلم، حتى يعلل قضية الذات والصفات، أن الصفات هي زائدة عن الذات، وحتى يعلل أن ينطلقون من الشاهد إلى الغائب. وهذا يعني موضوع ثاني، موضوع كبير بالنسبة لابن رشد، إذا شئنا أن نتحدث عن ضعف علم الكلام بالنسبة لابن رشد، فإنه راجع إلى اعتمادهم على منهج قياس الغائب على الشاهد، إذا شئنا أن نفصل في هذا. قلت المفارقة في الفكر، يعني كان على الأشاعرة ممكن أن يحولوا أن مسألة الإجابة إلى علم الفقه، حتى يعللوا حتى يعقلوا الأحكام الشرعية التي هي أفعال لله كما مر بنا، ولكنهم قلبوا المسألة، جعلوا في علم الكلام العلم الصعب، جعلوا العلل عقلية وذاتية، بينما لم يجعل يجعلها موجبة في علم أصول الفقه. هذه المفارقة الكبيرة في الفكر الأشعري في الحقيقة. وقلت أن الخلافات هنا في علم الكلام كما مر بنا في تقييمنا الأخير كما تذكر في المحاضرة، أن المعتزلة لم يختلفوا عن الأشاعرة في هذا الموضوع، كما يقول ابن رشد أن الأشاعرة والمعتزلة لم يختلفوا في المنهج قياس الغائب على الشاهد الذي اعتمدوه. نعم. شكرا أستاذ. أعطي الكلمة إلى شفيق جيرودي إذا تمكن من تفعيل الصوت. وإلا أعطي الكلمة إلى ياسين. ياسين مقني أو مقني؟ ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لسيادتكم وضيفكم الكريم على هذه الأمسية الرائعة، على هذه الكمية العظيمة من المعارف، شكرا لكم. كنت أريد أن أشير إلى ما أجبتم عليه قبل قليل، وهو أمر عظيم بالنسبة لي، وهو ذلك السجال في الصفات بين الصفات والذات. ونتذكر هنا بالتأكيد كلام ابن رشد ونقده للأشاعرة في هذه المسألة، وهو يرد المسألة كاملة إلى قصور قياس الشاهد على الغائب، يجعل المشكلة هنا، قل بأنه مشكل كبير هو هذا التصور للذات الإلهية عن طريق قياس على الشاهد، رغم أن ابن رشد هو نفسه يقول في تفسير ما بعد الطبيعة بأنه يعني تعد ضرورة عقلية انطلاق من الأنيمة أو من علم النفس، يجب أن بل يستشهد بقول إغريقي قديم، وأنه يعرف الله عن طريق ذاتك مثلا. أنا أود أن أسأل سيادتكم، هل ترى أنه يجب إصلاح أو إعادة النظر للوحدة المجردة، وما يمكن أن نقول عنها الذات التي لا ينبغي أن يكون فيها أي تكتر،
يجب النظر في هذا التصور المعين للإله الذي ابن رشد نفسه كان يسعى إليه خلال بعث الفكر الاعتزالي واختزال الصفات في العلم وتجريدها كالمقولة الأرسطية العاقل والمعقول والعقل. ألا ترى سيدي أنه هذا التصور مجرد للذات لا يمكن أبدا من نقل الأحكام من علم الكلام إلى أصول الفقه، يعني من العالم الغيبي إلى العالم الظاهري، ويقسم أي ارتباط بينهما، يعني يقسم أي أو يفطر تنفطر أو تنفصم أي علاقة بين رفع المعاني المشتركة في العالم الخارجي إلى العالم الغيبي أو الميتافيزيقا أو ما وراء. هل ترى معي سيد هذا المشكلة وهذا المعنى؟ شكرا لكم. شكرا لكم. نعم، أنت استحضرت ابن رشد، وبالمناسبة أنا اشتغلت على ابن رشد في منذ زمني الأول في نقد المتكلمين ابن رشد المتكلمين، نقد آرائهم ونقد منهجهم. طبعا ابن رشد هو واضح أنه وجه نقدا بنيويا ونقدا منهجيا لاذعا لا للكلام فقط بل حتى للفارابي وابن سينا، واعتبر أن المشترك بين الكلام معتزلة وأشاعرة وبين الفلاسفة فارابي وابن سينا المشارقة هو اعتمادهم على منهج قياس الغائبية على الشاهدية، حيث النقلة يعني لا تجوز النقلة بين عالمي بين عالم الغيب والشهادة. هذا النقد اللاذع الكبير المنهجي الذي وجهه ابن رشد في الحقيقة للكلام، أن المتكلمين بنوا منهجهم وبنوا فكرهم وأصولهم على قياس غائب على شاهد، حيث العلة جامعة في القياس، العلة يعني لا وجود لها، أو العلة مفارقة، العلة غير موجودة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وهذا الذي أوقعهم في الخطأ عند ابن رشد. وكذلك الذين وجهوا نقدا لعلم الكلام في الحقيقة ابن خلدون كما قدمت، وابن تيمية كما هو معروف، والغزالي نفسه، كلهم كانوا في الحقيقة مدركين إلى قلق علم الكلام في معقوليته وقلقه في منهجه. ولذلك كل إصلاح يعني من ناحية مبدئية ومن ناحية معرفية كبيرة أو منهجية، أن ابن رشد نقده تأثر به اللاحقون، عبروا عن ذلك أمر المعبدين. ابن خلدون تأثر ابن رشد في نقده لمسألة السببية، ولذلك أخذ في بنائه للعلم وتجوز علم الكلام واكتشاف علم العمران، أخذ بالموقف الأرسطي أو الموقف الرشدي، لأنك لا يمكن لك أن تبني العلم على مجرى العدد، إنما يجب أن تبني على الحتميات، على القوانين، وهذا لا تسعفه فيه الأشعرية أو لا تسعفه فيه نظرية مجرى العدد أو السببية بالمعنى الأشعري، ولذلك استعاض عنها بالمعنى الرشدي أو المعنى الأرسطي في صمت. أردت أن أقول أن ابن رشد كان حاضرا في وعي اللاحقين في إصلاح العقد الإسلامي. هذه مسألة تتطلب دراسات، وقد درست ودرسها الكثير من المفكرين الكبار في المغرب، الجابري ومن نحوه. فلذلك يجب أن ننتبه إلى أن اللاحقين إن استفادوا من نقد ابن رشد لعلم الكلام، ونقد ابن رشد هو نقد منهجي بنيوي، نقده لمنهج قياس الغائب على الشاهد الذي أوقعهم في الارتباك وأوقعهم في الاضطراب. فمحاضرتي اليوم أردت أن أبين كيف أن الأشاعرة اضطربوا في الحقيقة واختلفوا في العلة، هل هي أمارة، هل هي باعة، هل هي معرفة للحكم، خوفا من تعليل الأحكام من جعلها أمرا موجبا، فنعلل الأحكام نجعل الأحكام يعني العلة كأنها معرفة بذاتها، فنقع في محظور عقدي عندهم، وهو تعليل أفعال الله بالأغراض، وهذا لا يجوز، لأنه هذا مبدأ تهم به المعتزلة.
فالحرج الكبير لعلم الكلام أنه بنى يعني أصوله وبنى هذا العلم هذا النسق على منهج هو منهج يمكن نقده ويمكن تجاوزه وهو منهج قياس الغائب على الشيء. ولذلك إصلاح العقل كما هو معروف عند ابن خلدون وعند ابن تيمية، ابن خلدون يقول لك الآن نحن في حاجة إلى علم عمران ليس إلى علم كلام، يعني علم عمران نفسر به العمران، نفسر به قيام الدول وسقوطها وشروط قيامها وأطوارها وتعليلها، دون أن نبقى نعلل في أفعال الله وفي وندافع عن الفكرة التي أصبحت فكرة الحداثة. إذا شئت أن أتحدث بمقاربات حداثية، أن ماذا فعل الفكر الديني الغربي؟ حولت البروتستانتية الدفاع، يقول لك الموضوع ليس موضوع حديث عن طبيعة عيسى، إنما الحديث عن وظيفة الدين في المجتمع. فنحن الآن كذلك إذا شئنا أن نصلح العقل الإسلامي والفكر الإسلامي، فنحن الآن لسنا في حاجة إلى دفاع عن الذات الإلهية كمدافع القدامى عن ذلك، إنما نحن في حاجة إلى الدفاع عن الدين ببيان وظائفه الاجتماعية والحضارية وقيمته في المجتمع. هذا الذي يجب أن نركز عليه. ولكن هذه المسألة التي طرحتها هي من باب ما قاله ابن خلدون، أنه لا يجمل بحملة العلوم الشرعية الفقهاء والمتكلمون كدارسين كنحن كمختصين أن نجهل كيف طرح القدامى هذه المسألة فقط، لكن هذه المسائل التي طرحت قديما هي عليها إشكالات قديمة حديثة. يكفي أن نقول أن أكبر إشكال لعلم الكلام هو منهجه في حد ذاته، منهج قياس الغائب على الشاهد الذي انتبه إليه ابن رشد، رغم أننا أن نقدم نقدا لابن رشد في ادعائه أن التأويل من حق الفلاسفة وأن المتكلم ليس من حقهم، هذا كلام طويل عريض في الرشدية، ولكن قيمة ابن رشد أنه انتبه إلى ضعف المنهج لعلم الكلام في اعتماده على قياس الغائب على الشاهد، بل في المفارقة الكبيرة في علم الكلام الأشعري أنه في الوقت الذي يجعل العلة غير موجبة في علم الفروع، علم الأصول، أصول الفقه وفروعه الفقهية، فإنه يجعله يعني يجعل العلة موجبة، وهذا من المفارقات العجيبة، لأنه قاس شاهدا على غائبا، لأن العلم حينما يقول إن علة كون العالم عالما هو العلم، العالم في عالم الشهادة كان أصبح عالما بعد أن كان جاهلا، وهذا لا يجوز أن نقيس عليه علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن جاهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما هو عالم بذاته، عالم منذ الأزل، ولذلك يقع ما يقع من حرج منهجي ومعرفي وحتى عقائدي ديني لقياس الغائب على الشاهد أو جعل العلة موجبة في علم الكلام في الفكر الأشعري. وشكرا. تفضل يا سيدي. الكلام. تفضل سي يوسف. لا أدري الأستاذ ربما عنده مشكل تقني. أستاذ يوسف. السلام عليكم عبد الرحمن. واحد دقيقة بما يسترجع الكونيكسيون. مرحبا إن شاء الله. ننتظر دقيقة إن شاء الله راه يتم الأستاذ يعني يحل المشكلة. تفضل اجعله راحة يعني. نعم. بارك الله فيكم أستاذ. بارك الله فيك. أنا رجعت الآن أعتذر لي أستاذ الحمد لله. أعطي الكلمة إلى أبو أيوب لحظة
عبد الرحمن إلا كنتي كتسمعني أعطي الكلمة لعبد الرحيم أيوب. أبو أيوب عبد الرحيم. أستاذ عبد الرحيم أدمجان. أستاذ عبد الرحمن أعطي الكلمة الآن الأستاذ أبو أيوب عبد الرحيم. أيوب عبد الرحيم تفضل أستاذ أبو أيوب تفضل. أستاذ أبو أيوب ربما أستاذ لم يعد في النص زوم أستاذ بحيث تعالي لأجل من حل لأجل مشكلة في الصوت. أستاذ الكلام غندير لي معاها ما درت لي تي ساكتي نصيفط الاستمارة انا اعطي الكلمة الى رشيد رشيد احراش او اهراش يا ابريك انا قلت الاسم الفرنسي رشيد رشيد أهراش تفضل. عام تفضل رشيد أهراش أعطيتك إمكانية فتح الميكرو. الرحمن نعم أستاذ أعطيت الكلمة لعبد الرحمن تسمعني؟ نعم أسمعك لك الصوت يتقطع أستاذ. أستاذ الكلام السلام عليكم عبد الرحمن. نعم ممكن نكملوا مع الأساتذة اللي رافعين اليد ديالهم. ممكن نعطيو الكلمة لياسين مقنعي هو الآن رافع يده. تفضل سي ياسين مقنعي. ياسين مقنعي تفضل خاصو يتأكتيفا ليه الصوت. عطيته إمكانية يعني هو خاصو يفتح لما كاش الأفاضل اللي رافعين اليد يكونوا مستعدين باش يفعلوا خاصية الصوت. تفضل انتقلوا السيد الشخص آخر. إيه لطيفة يوسفي إذا كانت في الاستماع تفضلي أستاذة لطيفة أعطيتك إمكانية فتح الميكرو. إذن ممكن الآن بينما أي كنظر الأستاذة لطيفة يوسفة يفتحت الميكرو. السلام عليكم الحضور الكريم. نشكر الأستاذ على المحاضرة القيمة ونشكر المنظمين لهذه المحاضرة النافعة إن شاء الله تعالى. بالنسبة تسمعونني؟ نعم صوت نعم. بالنسبة للمداخلة يعني أريد أن أتحدث عن التدخل المعرفي يعني الذي حصل بين المعرفتين الأصولية والكلامية يعني والإشكالات التي طرحت بين هاتين المعرفتين بالخصوص إشكال التعليل. سؤالي يعني الأستاذ بما أن مثلا الإمام جويني كان يتحدث عن أن علم الكلام يعني استمداده من علم أصول الفقه يعني أن علم أصول الفقه استمد من علم الكلام يعني أنا سؤالي عن حدود هذا التداخل بين المعرفتين. هل يمكن أن يكون هناك انفصال بين علم أصول الفقه وعلم الكلام أم أنهما معرفتين لا يمكن أن يكون هناك انفصال بينهما؟ وشكرا. نعم أجيب. نعم تفضلوا أستاذ تفضلوا بالإجابة. تفضل أستاذ.
أنا أعتقد أن طرافة وعبقرية العقل الإسلامي هو في بنائه النسقي. بنائه النسقي بمعنى أنه نسق متكامل من مباحث اللغة إلى مباحث الأصلين، إن لم تكن مباحث التصور في حالاتها. هذه طرافة في الحقيقة العقد الإسلامي، بمعنى أن العالم القديم كان عالما بالأصلين، والمفسر لا يكون مفسر إلا كان إلا إذا كان عالما بالأصلين، أصول الكلام وأصول الفقه، علم الكلام وأصول الفقه، وعالم باللغة. فالعقل الإسلامي القديم هو عقل نسقي، والذي أجبرنا على هذا النسق هو البناء الذي بناه المعتزلة، الذين فرضوا علينا، فرضوا حتى على خصومهم ومنهم أهل السنة وحتى الشيعة بفرقهم كلهم جميعهم، بأن يبنوا علم أصول الفقه على علم الكلام. بما أن علم الكلام هو العلم الرئيس، فإنه هو العلم الذي سيوجه علم أصول الفقه في مباحثه، وليس الاجتهاد كما قلت ليس إلا التعليل، والتعليل هو الاجتهاد في حد ذاته. هذا التعليل له خلفيته الكلامية، وهذا ما أردت أن أركز عليه في هذه المحاضرات أو في هذا الدرس الذي أردت أن أنفع به زملائي وأصدقائي وطلبتي. فهل يمكن كما قالت الأخت، هل يمكن أن يكون أن نفصل بين العلمين؟ نعم، يمكن أن نفصل بين العلمين عند المتأخرين الذين بدءا بالشاطبي وبن عاشور، هم فصلوا بين مباحث أصول الفقه ومباحث علم الكلام، واعتبروا أن مباحث علم الكلام كما اعتبرها وعنده نص شهير الشاطبي أن هذه من العوارض وليست من الأصول في حد ذاتها، وأقحمت هذه المباحث في علم الأصول، لأن المتقدمين في القرنين في القرون الثلاثة الأولى كانوا يجتهدون ويعللون دون عودة إلى تعليل الكلام. العلماء المذاهبي، إذا شئتم أن نواصل معكم في المحاضرة، أن نبين لكم التعليل في القرون الثلاثة الأولى، كيف علل القرآن وكيف علل السنة وكيف علل الصحابة وكيف علل علماء التابعين، كلهم كانوا يعللون دون يعني إثارة هذه الإشكالات. ولذلك دعا المتأخرون بدءا بالشاطبي إلى تخليص علم أصول الفقه من مباحث علم الكلام التي أثقلته وأرهقته بإشكالاتها العقدية. كما كذلك الأستاذ شيخنا الإمام العلامة شيخ الإمام الأعظم إمامنا الشيخ طارق بن عاشور دعا صراحة إلى تخليص علم الأصول، علم أصول الفقه، من علم الكلام لإصلاح العقد الإسلامي، كما أنه دعا إلى انفصال علم المقاصد عن علم أصول الفقه وجعله علما مستقلا بذاته. وهذا هو التطوير للدرس، درس المقاصد عند الإمام الشاطبي. فسؤالك يمكن فصلها، ولكن أنا أتحدث من ناحية تاريخية، ماذا حدث، ما الذي كان عليه الأمر بدءا بالقرن الخامس أو الرابع الخامس إلى الشاطبي مثلا قبل بن عاشور، إلى القرن الثامن أو القرن التاسع، كانت المسائل الأصولية الفقهية، وهي من الفروع كما هو معروف في درجات العلوم، كانت موجهة بالمباحث الكلامية التي ربما أثقلته وهي ليست منها. كذلك أشرت إلى التداخل المعرفي بين الكلام والجانب المعرفي، الجانب العقدي والجانب المعرفي، كلها نسق واحد، نسق واحد، باعتبار أن المعرفة المعتزل الأشاعرة حينما يقول في عندها لا به، عندها يقع الإحراق لا به، هذه مسألة في تعليل
أو في عقلنة العلاقة بين السبب والمسبب، حتى يبين أن الفاعل الحقيقي مسبب الأسباب هو الله، وليست النار هي الحارقة، إنما النار هي سبب جعله الله سبحانه وتعالى في سلسلة الأسباب التي طورها ابن خلدون فيما بعد، أي عندها يقع الإحراق حتى يبرروا، حتى لا نفقد عقولا لأن الإحراق، وحتى ننسب شيئا للطبيعة وللعلاقات الطبيعية والعقلية، ولكن لا به، عندها يقع إحراق، لكن المسبب للإحراق هو الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة معرفية عقدية، البعد العقدي وهو توحيدي في أن لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى في الكون، هو الذي حرك، وهو الذي الخلفية الحقيقية لهذه السببية أو لهذا المبحث العقلي الذي يبدو عقليا معرفيا، ولكنه هذه العقل، هذا المبحث العقلي تسيره خلفية عقدية لا شك فيها. شكرا جزيلا أستاذ، أعتذر لأن الاتصال انقطع بالنسبة لي، الآن قد عدت. مرحبا بك، بارك الله فيك. أعتذر لأن الاتصال انقطع، أنا فقط يعني كنت تابعت ذلك وكنت متقطعا، فقط أنا أتذكر مقولة للغزالي وهو يناقش مسألة الحديث عن العلة عموما أو تعليل أحكام الله عز وجل، واحتياجه من أن يوصف بحديثه عن الاعتزاء، بحديثه عن العلة أنه من معتزلي المعتقد، يقول الغزالي في فقرة له: ولسنا نقول ذلك لأننا نرى رعاية الصلاح واجبا على الله تعالى، أي ذي القول بالتعليل أو بتعليل الأحكام، يقول: ولسنا نقول ذلك لأننا نرى رعاية الصلاح واجبا على الله تعالى، ولكن عرفنا من أدلة الشرع أن الله تعالى ببعثه الرسل وتمهيد بسائط الشرع أراد إصلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم، والله سبحانه وتعالى منزه عن التأثير بالأغراض والتغير بالدواعي والصوارف، ولكنها شرعت لمصالح الخلق، نعقل ذلك من الشرع لا من العقل، كي لا يظن بنا ظان استمدادنا في هذه التصرفات من معتقدات أرباب الضلال وطبقات الاعتزال. إذن هو يخشى أن يصنف ضمن المعتزلة لقوله بالتعليل، وهذا يعني نص واضح في استحضاره لقول المعتزلة بالتعليل أكثر من قول الأشاعرة بذلك. لدي بعض الأسئلة الأخرى التي وردتنا مكتوبة، سأقرأ بعضا منها. لو تسمح دكتور يوسف، نعم، تعليقا على الغزالي. الغزالي في الحقيقة في آخر ما كتب في المستصفى في فترة عزلته في نيسابور في بلدي في مشهد، كتب المستصفى وقد بناه على أصول أشعارية واضحة، وقد بالغ في الباب الأول في لما يقرأ افتح المستصفى، لما تحدث عن العلة هل هي موجبة بذاتها أم غير موجبة، فإنه قد بالغ في التحسين والتقبيل، بالغ أي مبالغة في إحراج الفكر الاعتزالي وفي الرد عليهم بأن الأفعال لا تحمل أي قيمة ذاتية، وبأنه لا يمكن أن تعادل أي موجبة، هو مبالغ في ذلك. ورغم أنه كان متسامحا، أن لحظة الغزالي التاريخية لم تكن لحظة صراع بين الكلام والكلام كما كان بين الأشاعر، عفوا بين المعتزلة ولحظة الغزالي هي صراع بين المتكلمين والفلاسفة، ولذلك كان متسامحا مع المعتزلة. ورغم ذلك فإنه لما كتب المستصفى في أخريات حياته وفترة عزلته بعد أن خرج إلى التدريس والدعوة، فإنه كتب المستصفى من العمق
من الكتب المعتمدة الأربعة التي عبر عنها ابن خلدون، الكتب الأربعة المعتمدة في علم الأصول، بناه على الفكر الأشعري، وبالغ أيما مبالغة في رده على الفكر المعتزلي. وكذلك في قضية الحدث عن النبوة على الصراح والأصلح، فإن البعد الأشعري واضح فيه، وأشعري بامتياز، رغم أنه نقد علم الكلام وقال أنه وافي بمقصوده غير وافي بمقصودي أنا، لأنه قال لا تجد متكلما يؤدي إلى الهداية، إنما يؤدي دائما إلى المعاندة واللجاج، ولا ترى متكلما انتهى في مجلس متكلما إلى مذهبه، إنما هو فيه عناد، ولذلك اغتبى في التصوف. ومع ذلك فإنه بنى أصولي، وهو الشافعي العظيم الكبير بناه على علم الكلام. هذه ملاحظة فقط منهجية. تفضل سيدي. إذا أنتقل إلى سؤال وردنا مكتوبا، يسأل السائل يعني في علاقة الغزالي مع ابن رشد، يقول ما موقفكم من يرى أن مفهوم الغزالي للسببية أعاق تطور المسلمين بخلاف مفهوم ابن رشد الذي استفاد منه الغرب وكان سببا في تطور الفكر الغربي؟ أي نعم، أي نعم، هذه الإشكالية. الغرب في قرون الوسطى ببدء نهضته في القرن الثالث عشر الميلادي كانوا مختلفين في كنائسهم وفي جامعاتهم اللاهوتية بين من نختار، بين ابن رشد وبين الغزالي. هناك تيار مادة للغزالي وتيار مادة لابن رشد. والحضارة الغربية بصفة عامة معروف أنها يعني استفادت من الرشدية اللاتينية التي نقلها اليهود من الأندلس إلى العدوى الشمالية كما قال ابن خلدون إلى 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 أوروبا. السببية كما قلت لك، كما قلت أشرت، سؤال جيد، أن مفهوم السببية عند الأشاعرة المفلسف لها والغزالي لا شك في ذلك، ولدى كتاب في تونس هو مفهوم السببية عند الغزالي للدكتور أستاذنا أبو يعرب المرزوقي، وهو يعتبر أن مفهوم السببية عند الغزالي قد قام بقطيعة إبستيمولوجية مع المفهوم اليوناني أو المفهوم الأرسطي، والدراسة والكتاب موجود ومشهور، وهذه القراءة. ويعتبر أن ابن خلدون أن ابن رشد هو أرسطي وعقل مغلق يوناني تجاوزه العقل العربي عن طريق ابن خلدون. هذه قراءة. قراءة ثانية ترى أن مفهوم السببية الرشدي قد استدعاه ابن خلدون كما أشير وكما ألاحظ دائما، استدعاه ابن خلدون في ليبني عليه علم العمران، لأن علم العمران يجب أن يبنى على مفهوم الحتمية أو مفهوم القانون الذي لا نجده في المفهوم الأشعري، إنما نجده في المفهوم الأرسطي الرشدي. ومن أجمل الدراسات فيما كتبه نصيف نصار عن واقعية الفكر الواقعي عند ابن خلدون، أشار بدقة فلسفية إلى هذا المعنى، وقد استعاض وقد استفاد ابن خلدون في صمت، لأنه في جو أشعري استفاد من مفهوم السببية عند ابن رشد الذي استلهمه واستدعاه لبناء علم العمران البشري. وما تقرأ المقدمة هي كلها مبنية على التعليل، هي كلها تعليل، فصل في كذا، وذلك أن هو تعليل نفسه، يعلل تلك الظواهر سواء كانت الظواهر العمرانية أو الظواهر التاريخية أو الظواهر الدينية أو ظواهر المعرفة، يحاول أن يفسرها وأن يعقلنها بمفهوم سببي. بالمناسبة أنا أعطيت أطروحة الدكتوراه في منذ أسبوع تقريبا أو أسبوع ونصف عن الرشدية بين قراءتين، بين قراءتي الدكتور محمد عبد الجابري، وهي مغربية المسألة، والدكتور طه عبد الرحمن. الجابري يعتبر أن
قمة العقلانية في الثقافة الإسلامية أو الفلسفية هو ابن رشد، بينما قراءة طه عبد الرحمن يعتبر أن ابن رشد هو مقلد لأرسطو وليس مبدع، لأن مشيرة طه هي مشيرة الإبداع، الإبداع ولا إبداع في مشروع ابن رشد، إنما هو تقليد. ويعتقد ويعتبر أن ادعاء ابن رشد أنه يرفض الخطاب الجدلي والخطاب الخطاب الكلامي المبني على الجدل، على القول الجدلي كما هو في تقسيمات أرسطو للقول الجدلي والبرهاني، فإنه لا يوجد قول واحد لابن رشد يرقى إلى مستوى البرهان. لا يمكن لك أن تنتج في المسائل الفلسفية والميتافيزيقية قولا برهانيا، لا يمكن لك أن تنتج إلا قولا جدليا. ولذلك يبقى ابن رشد عند طه عبد الرحمن هو متكلم جدلي وليس برهانيا. إذن القراءة المعمقة لابن رشد والغزالي يمكن أن تفضي بنا إلى إعادة النظر في كثير من المسائل التي سلمنا بها، ربما من ناحية عاطفية أو إيديولوجية أو شيء متسرع، وأن نعيد الاعتبار لقراءة متأنية وقراءة عميقة معرفية لتراثنا الفلسفي وتراثنا الرشدي. لا شك أن الرشد أثر في اللاحقين، أثر في ابن خلدون، عندي أثر في ابن تيمية، واضح ابن تيمية متأثر دون ويهاجمه، ولكنه متأثر، وهذه المفارقات الفكر لا يهم أن تهاجم إنسان، ولكن أنت تهاجمه ولكن يسكنك، أنت لا تستطيع أن تعيش بدونه كما لا تستطيع أن تعيش معه، كما قال أحد الفلاسفة عن أحد الفلاسفة المشهورين. فالإشكال قائم في مفهوم السببية. هل السببية مثلت عند الغزالي قطيعة مع الفكر مع العقل اليوناني، أو هل أن ابن رشد مثل العقل العلمي والعقل الذي أسهم في تطور أوروبا فيما بعد؟ هذا إشكال واضح. أنا على الأقل أضع لي ميل لإحدى القراءات، ولكن أنا كأكاديمي أطرح على طلابي وعلى أحبابي كل هذه الأطروحات من زاوية يعني معرفية وأكاديمية، لا نخرط فيها في صراع يمكن أن يوصلنا إلى صراعات إيديولوجية أكثر منها معرفية. شكرا أستاذ. سؤال آخر يسأل صاحبه عائشة بوشاري، تسأل عن هل هناك أثر لما هو كلامي في أصول الفقه في فترة التأصيل لعلم أصول الفقه، بمعنى في زمن الشافعي، هل يمكننا أن نتحدث عن أثر لعلم الكلام في أصول الفقه زمن الشافعي؟ أستاذ عبد الرحمن، لا أسمع الأستاذ، هل عبد الرحمن؟ نعم أستاذ أسمعك. الأستاذ ربما لا أجد اسمه هنا في المنصة، ربما يعني ربما وقع عليه نفس الشيء اللي وقع لي وخرج من. نعم يعني الأستاذ غير موجود في المنصة، ربما انقطع عنه البث. الاتصال سننتظره قليلا عساه يعود إلى المنصة، لأن ربما المشكلة اتصال لا أدري يعني بالذي حدث هذه المرة. شوف هل يمكن التواصل معه على الواتساب أو على الفيسبوك.
للأسف عبد الرحمن الأستاذ يخبرني اتصل بي عن طريق الفيسبوك انقطع على التيار الكهربائي. سأرى هل سننتظره؟ أنا سألته هل ننتظره قليلا، هو الآن يتصل بي عن طريق الفيسبوك، سأضطر للخروج للرد على سؤاله إن شاء الله على اتصاله. على علم الكلام، ففي في ما قبل هذه المرحلة كان أهل السنة يبنون أصول الفقه، يبنون الفروع على الأصول فقط، يعني لم يكن هناك كلام. الكلام بدأ يعني مع الجويني تقريبا في البرهان. سؤال آخر يقول صاحبه: ما تفسيركم لما قد نجده من تردد لدى السادة الأشاعرة في مسألة التعليل، حيث نجدهم في كتبهم الكلامية ينفون التعليل وينفون صفة التأثير عن العلة، بينما في كتب الأصول يتعاملون مع قضية التعليل وكأنها من المسلمات لديهم؟ وشكرا لكم. نعم، يعني هم كانوا واعين، هم واعون في بناء جعل العلة موجبة في الكلام حتى يؤسسوا لمنهجهم منهج القياس الغائب على الشاهد. تأسيس منهج القياس الغائب على الشاهد الذي هو روح
الروح المنهجي لعلم الكلام هو مبني على جعل العلة موجبة في الكلام، ولكنها في علم في علم الفقه أو في علم الفروع سواء كان فقها أو أصول فقه، فإنهم لم يجعلوا العلة موجبة لاعتبارات عقدية ومعرفية كما شرحت لك. ولكن يمكن أن أتوسع في سؤالي وقد أعجبني في البداية أن بماذا يمكن أن نفسر هذا الاضطراب عند الأشاعرة أو هذا التطور أو محاولة عقلنة العلة؟ هل هي باعث أم هي معرف أم هي أمارة؟ واختلافهم في ذلك واختلافوا فيما بينهم هذا راجع إلى اختراق الفكر الاعتزالي والفكر الفلسفي والفكر الشيعي وتفاعله مع الفكر الأشعري. هذا التفاعل جعل المتكلمين يختلفون رغم أنهم تمسكوا بالثابت الأشعري، وهو ثابت أن لا نجعل العلة معرفة بذاتها، هذا ثابت عند كلهم، ولكنهم تحرجوا من محاولة عقلنة التعليل. إذا لم نجعل العلة موجبة أو هذا لا يمكن لنا أن نعلل الأحكام، ولذلك هم اجتهدوا في عقلنة العلة ولذلك اضطربوا في تفسيرها أو في تعليلها. في حديث العلة تعليلها نفسه مختلف فيه نظرا لهذا التداخل، كما أن المعتزلة يجب أن أشير إلى أن المتأخرين منهم بدءا بالإمام عبد الجبار وتلميذه أبو الحسين البصري، عبد الجبار يجب أن نعرف في نضع في اعتبار أنه كان أشعريا، أشعريته هذه أثرت في الفكر الاعتزالي، كما أن الأشعري كان معتزليا وهذه أثرت في فكره الأشعري، هناك ترافق في الموضوع. كيف أثرت أشعرية في فكر القاضي عبد الجبار؟ أن المتأخرين عندهم، وقد أوردت النص، أن الأحكام لا تكون شرعية إلا إذا كان أصلها وارد من الشرع عند المتأخرين، وعند القاضي عبد الجبار حينما ألزموا بإلزامات المتكلمين فيما بينهم اضطر إلى أن يقول بالاعتبارات، يقول لطم اليتيم باعتبار اللطم في حد ذاته عند المعتزلة الأوائل هو عمل قبيح لأنه يحمل قيمة سلبية، ولكن لما ألزموا بأن اللطم حينما يكون للتربية يكون حسنا ولما يكون لظلمه يكون قبيحا، فالزاوية والاعتبار هي التي حددت حسن العمل وقبحه ليس الأمر في ذاته. كذلك ما الذي جعل إفطار رمضان إفطار آخر يوم رمضان قبيحا وجعل صيام أول أيام العيد قبيحا؟ هو الشرع ليس العقل، هو الاعتبار الشرعي. ولذلك المتأخرون من المعتزلة متمثل في تلميذي أبو الحسين وأستاذه القاضي عبد الجبار هم أنفسهم تأثروا بهذا الجدل الكلامي الأشعري الذي ألزمهم وجعلهم يتطورون، كما أن الأشاعرة كذلك ألزموا بإلزامات كبيرة من خصومهم فحاولوا أن يتطوروا أو حاولوا أن يعللوا في قضية السببية، في قضية التحسين والتقبيح، في قضية التعليل. الموقف الأشعري ليس موقفا ثابتا إنما هو موقف قلق يحاول أن يطور، وأنا يعني أطمح لأن أشرف على بعض طلابي في تطور العقائد أو الأفكار الدينية والمعرفية عند الأشعري، وهذا المبحث لم يوفى حقه. تطور تحدثنا عن أطوارها التاريخية، ولكن عن أطوارها المعرفية والدينية فإننا لم يعني نوفي هذا الموضوع حقه في الدراسات الأكاديمية. سؤال آخر، هل يقول السائل كان علم أصول الدين وعلم أصول الفقه يسميان معا لارتباطهما الوثيق بعلم الأصلين؟ ومن الأصلان هم الأصلان. نعم، هل من هل يجوز أو من هل تقول هل دعوة محاولة الفصل بين العلمين
صحيحة من الناحية النظرية والتطبيقية. هذا تقريبا هناك سؤال يعني مشابه لذلك، وحاولت وأعيد يعني حسب اجتهادي أنا شخصيا، يعني المتأخرون بدءا بالشاطبي وابن عاشور هم دعوا إلى الفصل بين الأصلين، وعدم بناء وعدم ارتهان علم أصول الفقه إلى المباحث الكلامية. هذا واضح عند الشاطبي، واضح حتى النص الذي أشرت إليه الذي قرأته لأستاذنا عبد المجيد الصغير يشير إلى ذلك، ويشير إلى ذلك الشاطبي، ويشير إلى ذلك ابن عاشور. لكن قديما الفصل لم يكن جائز حتى إلى عصر ابن خلدون، وأنا من هذه الناحية فإنني تعاملت مع الموضوع على اعتبار الفصل غير جائز، غير جائز أي، وحاولت أن أبين إن بناء أو بناء أصل علم الأصول الفقهي على المباحث الكلامية، حتى أبين بنية العقد الإسلامي النسقية. هناك بنية، هناك نسق متكامل. نعم، عاد النور إلى تونس إليه وسيعود إليه إن شاء الله وربما يرجع. فالفصل والوصل هذا إشكال للمصلحين للعقد الإسلامي. ابن خلدون فصل، شاطبي فصل، ابن عاشور فصل، هل لا مبرر؟ وأنا الآن لم أفصل لاعتبارات منهجية كما قال ابن خلدون لا يجمل ولا يحسن بحملة العلوم الشرعية الجهل بهذا التلازم بين الأصلين. نعم. سؤال آخر وصل أيضا مكتوبا، هل هناك خصوصية لعلم الكلام الشيعي أو الشيعي أثر في الاختلاف الأصولي خاصة عند الإمامية؟ هل هناك خصوصية لعلم الكلام الشيعي أو أثر في الاختلاف الأصولي خاصة عند الإمامية؟ هو عامة الشيعة الإمامية هم معتزلة في أغلبه، هم متأثرون بالاعتزال، ولذلك بنوا أصولهم الفقهية على المباحث الكلامية. والمعتزل والشيعة معروفون أنهم عقلانيون اعتزاليون في هذه المسألة، فلا شك أنهم بنوا أصولهم على 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 المباحث الكلامية الكلامية. أعطي الكلمة لسائل عبد الله السعوي، أظن السعوي عبد الله. عبد الرحمن إذا كان يحتاج إلى تفعيل الصوت. عبد الله أعطيته إمكانية فتحه الآن، تفضل السعوي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، سعيدين جدا بالتفاعل معكم والسماع لرأيكم. أنا كان الصوت يتقطع عندي يا دكتور، لكن عندي مداخلة ما أعرف هل تطرقت لها ووضحتوها أو لا، وهي أنه الغزالي يرفض وجود علة فاعلة للأسباب ويحولها إلى مجرد اقتران في الحدوث بين السبب والمسبب، يعني بمعنى أن الأشاعرة يعترفون بوجود أحداث ممكن نقول متزامنة في العالم الطبيعي، لكنهم ينكرون وجود أي علاقة سببية بينها، فهم يرجعونها ويخضعونها للعادة فقط. ولذلك لم ينكر الأشاعرة إمكانية استنباط وجود العلة من المعلول. والفكرة هذه كما ترى يا دكتور يبدو لي أنها تنسجم وإلى قدر كبير مع قول الأشاعرة بأن الموجودات جميعها باستثناء الخالق عز وجل حادثة في الزمان، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن يكون لكل حادث محدث، هذا دليلهم تقريبا على وجود الخالق عز وجل.
بينما قولهم باستحالة اقتران العلة الحقيقية بالمعلول وباستحالة استنباط الوجود المعلول من العلة هو أن الأخذ بنظرية السببية الطبيعية في نظر الأشاعرة قد يؤدي إلى الاعتقاد بأن العالم قديم أبدي وأزلي. ما أدري يا دكتور لو تطرقتم حول هذه الفكرة أو أنكم أشرتوا لها لأنه ما كان عندي الصوت واضح تماما. شاكر ومقدر لكم هذه المحاضرة الثرية والمثرية وسعيدين بهذا التثاقف بين المغرب والمشرق. عبد الله السعوي من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، مرحبا بإخواننا في السعودية. أنا شاكر لك هذه الملاحظة، ودائما في المحاضرة دائما أركز على الخلفية المعرفية والخلفية العقدية الدينية لعلم الكلام. طبعا الخلفية المعرفية اللي هي السببية هنا لها دخل كبير في الفكر البنيوي والفكر الكلامي عند الأشاعرة. طبعا الغزالي كما أشرت وذكر فقط للسادة العلماء والسادة الأساتذة والطلاب أن نظرية السببية عند الغزالي يبنيها على مجاري العداد وهو الذي فلسفها، ويعتبر أن العلاقة بين السبب والمسبب هي علاقة إمكان وجواز وليست علاقة حتمية، أمر حتمي كما هي عند التيارات العقلانية الأرسطية والرشدية. العلاقة هي علاقة مجاري عداد، هي لعادة في عقولنا حينما يقع الاقتران بين النار والقطنة يقع الاحتراق لعادة يقع الاحتراق. ودائما يركز على أن بعبارتهم الجميلة التي تعجبني عندها يقع الإحراق لا به، وهذه خلفية عقدية توحي مرتبطة بالتوحيد لأنه لا فاعل إلا الله عند الأشاعرة، بينما عند ابن رشد وبينما عند التيارات العقلية والأرسطية وحتى عند المعتزلة فإن العلاقة هي علاقة حتمية يقع الاقتران. العلة الاحتراق هو النار لا شك في ذلك. هذا يعتبر يعني من باب الشرك عند الأشاعرة، لأن علة الاحتراق ليس راجع على النار، إنما راجع الله سبحانه وتعالى، وما رميت ولكن الله رمى. وهناك فلسفة كاملة لقضية الفعل الإلهي لأنه لا فاعل إلا الله، وهذا مرتبط كذلك بأصل الصوفي لأنه ما ثم في الوجود إلا هو ولا فاعل إلا هو. أعطي الكلمة للسائل محمد قسوي. محمد تفضل. سي محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكركم سيدي معلوم من ديننا ومبادئنا ضرورة ولذلك لا أطيل به. أستاذي الكريم، بيّن الشاطبي أن قول الرازي بأن العلة هي المعرف لحكم الفرع ما هو إلا اضطرار منه لكي يثبت القياس في أصول الفقه، وإلا فهو ينفي تعليل أحكام الله في علم الكلام نفيا قاطعا. وهذا الخلاف الكلامي في تعليل أحكام الله وتأثيره في الفقه وأصوله عند الرازي وعند غيره دليل على تداخل العلوم وتكاملها في تراثنا، ولا يمكن وقوع الفصل والتخليص التامين الذي يدعى له اليوم، هذا حسب رأيي، ولكن الأولى أن يكون هذا التداخل والتكامل مع اختصاص كل علم بما يميزه عن غيره ووقوف كل علم عند حدوده. ولذلك يعني أعطي مثالا، أعرض الشاطبي رحمه الله عن الخلاف في تعليل أحكام الله لما أراد بناء نظريته في المقاصد، فقال: والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. ثم بين أن ثبوت القياس والاجتهاد أيضا إنما وقع من جهة استقراء أحكام الشريعة لا من جهة تعليل أحكام الله في علم الكلام، ثم ترك البحث في وجوب ذلك أو عدم وجوبه إلى علم الكلام قائلا: ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب موكولا إلى علمه. وأرجو منكم تقويم هذا الفهم وتوجيهه سيدي الكريم، وشكرا لكم. شكرا.
أنا أعتبر هذه المداخلة هي مداخلة ليست سؤالا. وقد أشار دائما إلى الشاطبي الذي اعتنى بهذا الموضوع واعتبر أن التعليل في حد ذاته كان موجودا، التعليل بالمصلحة، تعليل بالمصلحة، دفع مصلحة، دفع مفسدة وجلب مصلحة، هذا هو أساس التعليل عند المتقدمين في حد ذاته في الشريعة، وهذا ما يتبناه الشاطبي، ولذلك لسنا في حاجة إلى هذه الخلافات الكلامية في التعليل. وحتى إشارتك للرازي إنما هو يعلق عليه تعليقا جميلا، فلحظة الشاطبي هي لحظة أعتبر أن لحظة الشاطبي ولحظة ابن خلدون ولحظة ابن تيمية هي لحظة جديرة بالدراسة في إصلاح العقل في مسألة التعليل، في مسألة علاقة الكلام بعلم الأصول وبعلم المقاصد التي كما قلت. وهذا ممكن نرجع إلى محاضرة نتحدث عن الشاطبي والتعليل وعن ابن عاشور والتعليل، كيف تقدم الدرس، كيف استفادوا من هذا القلق ومن هذا الخلاف بدءا من لحظة ابن خلدون، كيف تقدم الدرس لينادي علماؤنا كتب الشاطبي إلى فصل المباحث الكلامية عن المباحث الفقهية والأصولية أو عن مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة ليست إلا بحثا في قضية تعليل الأحكام، في البحث في غاية الأحكام، في مقاصد الأحكام، هي مقاصد، وهذا مبحث كلامي في حد ذاته، لكن هم أرادوا أن يخلصوا هذه المقاصد من البعد الكلامي، واعتبار درء المصلحة وجلب المصلحة هي مقصد الشرعي ونفعه في الكليات الخمس والحفاظ على الكليات الخمس والحديث عن المسائل التحسينية والمسائل الضرورية، هذه المباحث المقاصدية التي بحثوا فيها في الحقيقة هي من البديهيات، من المسلمات، لأننا إذا رجعنا إلى التعليل في القرآن وفي السنة وفي عمل الفقهاء إلى القرن الثالث، فإن التعليل كان جارا على سنة، يعني كان جارا يعني مجرى عملي وتطبيقي ومسألة مسلم بها. علم الكلام هو أراد أن ينظر للمسألة وأن يفلسفها فعقدها، وإلا فإن التعليل عند السابقين كان تعليلا طبيعيا، القرآن يعلل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ضرب الخيل لترهبوا، اللام هنا لام تعليل، لترهبوا عدوكم عدو الله وعدوكم. فكل الأحكام في القرآن حينما تنظر إليها هي معللة فيها لام التعليل، ولكن فيما بعد فلسفت فوقعنا في كثير من المشاكل والمطبات. أعطي الكلمة إلى رشيد الوهابي إن كان لازال معنا على المنصة. رشيد الوهابي، تفضل السي رشيد. أعطيتك إمكانية فتح ميكرو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الشكر موصول لمن نظم وحضر هذه المحاضرة القيمة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهود الجميع. أشارت مداخلة قبلي لمسألة التداخل بين العلوم الإسلامية، هنا إن ما دام الأستاذ المحاضر قد وقف على العلاقة بين علمي الكلام والأصول، فلا بأس أن يوجه الطلبة الباحثين في مسألة مقاربة العلاقة بين العلوم الشرعية وبالأخص المقاربة بين علمي الكلام وأصول الفقه من ناحية المنهجية والمعرفية، حتى تكون مقاربة الطلبة الباحثين مسددة وموفقة.
بالنسبة للسؤال الثاني، ما دامت هذه العلاقة ثابتة بين علمي الكلام وأصول الفقه، فما مستقبل البحث في هذه العلاقة على مستوى العالم العربي والإسلامي؟ وما أهم القضايا والإشكالات ذات الأولوية البحثية في العلمين إلى جانب مسألة التعليل؟ وشكرا لكم. أنا شخصيا في السؤال الأخير ما مستقبل العلاقة في أنا من دعاة الأكاديميين إلى أن نوجه طلابنا للغوص في هذه المسائل التي قد نعتبر أن الزمن قد تجاوزها، لكن أنا على رأيي بن خلدون أن حملة العلوم الشرعية والعلوم الحكمية والفلسفية يجب أن يكونوا عارفين مدركين عبر بحوث ماجستير وعبر بحوث دكتوراه لهذه المسائل العلاقة. وهذه المحاضرة هي محاضرة تبسيطية بسيطة، لأننا إذا يمكن أن نفرد بحوثا حول الجوانب المعرفية والجوانب العقدية والجوانب البلاغية والجوانب اللغوية في هذه العلاقة بين العلمين، أنا من دعاة أن نوجه طلابنا طلاب الاختصاص إلى الاهتمام بهذا الموضوع، لأن التجديد لا يكون تجديدا إلا إذا كان قائما على أصول معرفية قائمة على معرفة بالقديم. الشاطبي حينما دعا في نصوصه إلى الفصل أو بن عاشور فإنه كان عارفا بدقة هذه العلوم. نحن الآن طلابنا، أقولها بصراحة، في طلابنا في المعاهد الإسلامية في الجامعات الإسلامية، على الأقل ما أعرفه في جامعة الزيتونة، وأنا أستاذ فيها قبل أن أكون رئيسا لها، كنت يعني هناك ضعف من طلابنا في إدراك هذه الجوانب المعرفية والمنهجية والنسقية حتى، بل أكاد أقول أن كثير من طلابنا خاصة الصغار بعد التكوين الهش، كثير من طلابنا لا يقدرون على الخوض في هذه المسائل. وأنا أعي ما أقوله، ربما الأستاذ قطع عنده الصوت. السلام جيد سالم. فريق ونوقع عليه مشكل آخر ثاني وخرج من، كان دونه وقيرا خرج أيضا من، لا باقي أستاذ في المنصة، باقي ربما غير ضعف الشبكة هو السبب ربما. السلام الجليل ربما لا يسمعون الآن. السلام الجليل، للأسف انقطع الصوت. السلام الجليل، ولا يسمعونك يا دارنا. حبينا نتواصلون مع الخاص أستاذ. ما نشوف.
تفضلوا السلام جليل السلام. عبد الرحمن فعلتي الصوت؟ نعم فعلت الأستاذ، والأستاذ فاتح المايك الآن. أستاذ عبد الجليل ربما عنده مشكل في الشبكة ربما يسأل. نتي أنا نشوف ربما وجاوبني. لكن مع ذلك لم يقل شيء. يعني أعتذر للحاضرين عن كثرة هذه الانقطاعات بسبب المشاكل التقنية. كيسأل هل نسمعه؟ لا 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 نسمعه. ألو؟ نعم نسمعك أستاذ، نسمعك الآن أستاذ. أهلا وسهلا. يعني أنا أخطو. شرب محمد. كنت أخطو. كنت أقول أن التجديد في تصوري هو يمر عبر استيعاب التراث القديم، وخاصة عند طلبة الاختصاص لا بد من المعرفة الدقيقة بالعلاقة بين العلوم فيما بينها، كما بناها القدماء كما بناها الأصوليون حتى نجدد. وقلت أن الشيخ طارق بن عاشور والشاطبي من قبلي وابن خلدون، الشيخ طارق بن عاشور كان ضليعا متضلعا في الاصلين، ومع ذلك دعا الى فصل علم اصول الفقه عن علم الكلام، بل دعا الى فصل علم المقاصد الذي كان مبعث من مباحث اصول الفقه ليصبح علما قائما بذاته مستقلا علما براسه. نعم اعطي كلمة مرة أخرى لكوثر، كوثر بوسمينة. كوثر ربما هذا كوثر تفضل. الو تفضلي تفضلي نسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه شكر موصول للاخوه الذين سيصيرون على اعداد هذه الجلسات العلميه الطيبه، وشكر الاستاذ الفاضل من جامعه الزيتونه على هذه على مداخلته التي كانت حول مساله التأصيل لعلم الكلام عند الفقهاء. مداخلتي يمكن أن أقولها وبخلاصة، هو عندما نتحدث عن التقعيد لأصول الفقه وعلم الكلام يجب أن نشير بداية إلى أن علم أصول الفقه كان أولا من حيث الزمن فقد كان هو السابق، ثم علم الكلام جاء بعده، لكن بفعل التأثر أو بفعل الحظوظ التي كانت للفقه التي كانت للمعتزلة جعل من أصول الفقه يتمركز أو يكون خاضعا لعلم الكلام. لهذا كانت هناك، لهذا يمكن الحديث هنا عن في بدايتي عن فرقتين أو عن مدرستين، مدرسة أصول الفقه ومدرسة علم الكلام. لكن بفعل هذه التأثيرات لمجموعة من الظروف جعل من هذين العلمين يتدخلان فيما بينهما. هذا التدخل طرح لنا مجموعة من الإشكاليات، من بين هذه الإشكاليات ما يتعلق بمبحث العلة عند أصولي في أصول الفقه. فمبحث العلة عند في علوم الكلام فمبحث العلة في أصول الفقه طرح لنا إشكالية في مسألة أفعال الله سبحانه وتعالى، هل هي معللة أم غير معللة؟ إذا قلنا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة فهذا يعني بأن الله سبحانه وتعالى لا يملك الإرادة الحرة،
وإذا قلنا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون معللة، فهذا يعني بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله تتصم أو تتصف ببعض من العبودية، وكلتا فهذا يتناقض مع الكمال الذي الكمال الإلهي لله عز وجل. لهذا يمكن القول بأن لا يمكن، وهنا أريد الإشارة بالرغم من أن هذا التداخل بين العلمين، علم أصول الفقه وعلم الكلام، طرح لنا مجموعة من الإشكاليات التي تتنافى مع العقل المجرد، لا يمكن الفصل بينهما، لا يمكن الفصل بينهما، لأن العلوم الشرعية هي متداخلة فيما بينهما. وأريد أيضا أن أشير إلى أن مثل هذه الاختلافات أو هذه الإشكاليات التي تطرح كانت سببا في جعل أو في خلق مجموعة من المشاكل أو في تشكيل مشاكل مرتبطة ب في ما يمكن قوله به، هو أن هذه المسائل تدفع في التشكيك في أصول العلوم الشرعية عند العلماء الحدثيين بالضبط، فهم ينطلقون من مجموعة من الإشكاليات مثل هذه الإشكالية، إشكالية العلة والكلام، هل أفعال الله سبحانه وتعالى لا أم غير معللة، يطرحون بها إشكاليات تدفع أو غايتهم الرفض أو الانتقاص من العلوم الشرعية. هذا ما يمكن مداخلتي، ثم أجدد الشكر أيضا لمرة أخرى للأستاذ الفاضل والإخوة الصاهرين على هذه المحاضرة القيمة الطيبة، والسلام عليكم. شكرا على هذه المداخلة الطيبة، شكرا، أحسنت. أعطي الكلمة، لا أدري، رضوان عمري، رضوان، شوف عبد الرحمن هل لا يزال معنا؟ رضوان لا سدغاد، الاسم غير موجود في النص. وإلا نعطي الكلمة لمحمد الهوير. محمد الهوير تفضل. السي محمد الهوير، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. بداية أشكر الأستاذ الكريم على هذه المحاضرة الطيبة، وأشكر المنظمين لهذا اللقاء الماتع. سؤالي عبارة عن سؤال واستشكال. ظهر لي أن علم المقاصد يناقش مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، فالسؤال هل هناك تأثير لنظرية الكسب الأشعري في مقاصد الشريعة، خاصة مقاصد المكلف الذي يرتبط عمله بالنية والعزم والاختيار؟ ومعلوم أن الأشاعرة يرون أن المكلف يكسب أو يكتسب الأفعال التي خلقها الله تعالى له وهيئه لها، فيحاسبه على الاختيار والكسب والنية ولا يحاسب على الفعل. خلاصة القول، تأثير نظرية الكسب الأشعري في مقاصد، في مبحث مقاصد المكلف، وشكرا لكم مرة أخرى. إيه نعم، شكرا على السؤال. يمكن أن لا شك أن في علاقة الكلام بعلم الأصولي، بعلم الأصولي، أن دائما أركز وأقول أن علم الكلام وعلم أصول الفقه هو نسق متكامل في المدارس الفكرية الإسلامية، وهذه عبقرية العقد الإسلامي، أنها مبنية على نسق وبنية متكاملة اللغة إلى المباحث العقدية، مرور وصولا إلى المباحث المعرفية. لا شك أن قضية الكسب الأشعري وهي مسألة عقدية ومسألة مرتبطة كذلك بحرية الإنسان وبعلاقة الإنسان بالله عز وجل، هي لها علاقة بالمباحث بالمباحث الأصولية، قضية التكليف يعني، لا شك في ذلك والاختلاف. طبعا لا أريد أن أتحدث عن المقاصد، إنما أتحدث عن علم أصول الفقه، لا شك في ذلك.
وهذا الموضوع يصبغ أن يكون أطروحة في حد ذاته. الكسب الأشعري أو أفعال العباد، بعبارة أخرى أن الكسب فعل إذا كان من الله كان خلقا، إذا كان من العبد كان كسبا، فهو مقدور بين قديرين كما هو معروف في علم الكلام. وهذا قضية المكلف وحرية المكلف، يمكن أن يكون موضوع أطروحة أو رسالة ماجستير. لو يسمعني طالب في تونس أو في ما الجزائر أو في المغرب أو في المشرق ويبحث في هذا الموضوع، أنا شخصيا أكون سعيدا نظرية المقاصد وتأثرها بقضية الكسب، أو نظرية أصول الفقه وعلاقتها بالكسب الأشعري. هذا موضوع جيد وطريف، وأهلا بالمناسبة لنا أطروحة في تونس ممكن في مكتبتي قد تعرض فيها علاقة علم الكلام بعلم أصول الفقه، تعرض فيها في مبحث مطول إلى علاقة إلى قضية الكسب وعلاقته ب ب ب شكرا. ربما أستاذ نعطي الكلمة أو آخر تدخل، سؤال لسعيد الهبطي. نعم تفضل السي سعيد. تفضل السي سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. شكرا لكم، شكرا للاستاذ السي يوسف، شكرا للاستاذ محاضر سعد الجليل، وشكرا لجميع الاخوه الساهرين على اللقاء. معكم سعيد الهبطي من المانيا، باحث في سيف الدكتوراه. سؤال اتوجه به للاستاذ الفاضل سعد الجليل وحتى الاستاذ الفاضل السي يوسف ايضا، بحكم الاحتكاك ديالكم الاستاذ الفاضل الجليل، ما هي الجوانب التي ترون انها تحتاج الى تجديد يعني في علم الكلام بشكل عام وعلم الكلام الأشعري بشكل خاص؟ وهذا السؤال بارتباط ايضا الى مدى يمكننا توظيف يعني فكر ابن خلدون رحمه الله تعالى ايضا في هذا الجانب، بحكم انه اعتبر يعني مسألة تاريخية علم الكلام كما أشرت. إذن هذا هو السؤال ديالي أو الطلب أو الرجاء ديالي. شكرا لكم. تجديد في علم الكلام. نعم، ما هي المجالات التي يعني ترون أنها تحتاج إلى تجديد بحكم احتكاككم يعني بعلم الكلام وعلم الكلام الأشعري؟ هو في موضوع تجديد علم الكلام كتب المختصون في ذلك، كتب النعماني، كتبوا عن الكلام الجديد في تجديد منهجه، مقارباته، استفادته من العلوم. طبعا علم الكلام القديم قد بني على منهج، على كم معرفي ومنهجي، هو وليد عصره. طبعا المجدد والعارف يعرف أطوار العقل الإنساني وأطوار المناهج، هذا يجب أن يجدد في ذلك، ينعكس على العقل وعلى مفاهيم العلة والسببية، يجب أن تقرأ بمقاربات حديثة أو بإبسمية حديثة. القدامى عالجوا المنهج وعالجوا القضايا وعالجوا المفاهيم بمفاهيم قديمة يمكن وقعت فيها قطائع معرفية بلغة أشلار. فالمجدد حينما يكون عارفا بالإبسيمية القديمة وبالإبسيمية الجديدة يستطيع أن يجدد، لأنه عارف حدودها بأخطائها بأزماتها، وهذا لا يتأتى إلا للدارس والمتعمق في الفلسفة والمتعمق في علم المناهج في حد ذاته. لذلك أنا أعتبر أن من أول المجددين والكبار المجددين في علم الكلام هو محمد إقبال،
بعد مرحلة الرازي محمد عبد، بل سدد لأنه كان واعي باللحظة المعرفية التي يمر بها العقل الإنساني والعقل الإسلامي. كتب تجديد التفكير الديني في الإسلام، هو نص يمكن أن يعتبر في الكلام الجديد. كذلك اعتبر أن ما كتبه الأحبابي هو تجديد في الكلام الجديد، وما كتبه الدكتور طه عبد الرحمن له كتاب في تجديد في علم الكلام، يعني وهو العالم القدير في علم المناهج وفي فلسفة اللغة، ومدرك بإشكالات القديم وإشكالات الجديدة. وكل ما يكتبه الدكتور طه عبد الرحمن بالمناسبة هو مندرج أن ندرجه في إبداع فلسفة إسلامية جديدة أو كلام إسلامي جديد أو إبداع إسلامي جديد، وهو من وهو موضوع علم الكلام في حد يمكن أن نعتبره علم كلام جديد. فهؤلاء المجددون طه وإقبال والأحبابي وكل من كتب من مفكرين وكتبوا دور صغير، كلهم واعون بضرورة إعادة النظر في علمنا القديم وفي بناء علم جديد. العلم موضوع وغاية ومنهج، فلا بد من تجديد المنهج وتجديد الموضوع. هل نبقى ندافع عن الله عز وجل أم ندافع عن الإنسان؟ لأن المقصود من الشريعة ومن الشارع هو مصلحة العباد، فلا بد أن نحول إشكالات إلى إشكالات مصالح العباد مع يعني دفاعنا عن الله عز وجل ودفاعنا عن التوحيد ورفعنا للإلحاد، هذه بمقاربات وبمناهج حديثة لا شك في ذلك. ابن خلدون، النقطة التي أشار إليها ابن خلدون، قلت في محاضرتي وأعتبر هذا ابن خلدون طرفته أنه أنتج علما أو أنشأ علما أو تباهى وتفاخر بأنه أحدث علما جديدا أو أوجد علما جديدا انطلاقا من نقده لعلم الكلام كما بينت في أطروحتي في محاضرات السابقة، وهي أطروحة كاملة أن علم العمراني انطلق من نقد علم الكلام. ما عدنا في حاجة إلى الدفاع عن العقائد، فالعقائد استقرت كما قال ابن خلدون، نحن في حاجة إلى علم عمران يؤسس إلى علم على أسس يعني معرفية ومنهجية جديدة. وقلت أنه استعاض عن السببية أو مجاري العادات وهو أشعارية بمقاربة رشدية أرسطية، هذا حدث في الماضي، هناك وعي في الماضي، وقلت أن هذا التراث الرشدي وهذا التراث الفلسفي القديم استفاد منه القدامى، استفاد منه علماؤنا في إيجاد علم. فنحن الآن مطالبون بإنتاج علم أو إبداع علم جديد هو خاص بنا، وخاص بنا كما أنتج القدامى علم الكلام علم الأصول. دكتور علي سامي النشار هي تمثل عقد الإبداع العقد الإسلامي، نحن المطلبون. ما عاد هذا العلم الآن يستجيب لطموحاتنا، ما عاد هذا العلم يستجيب لإشكالاتنا، إشكالات حقوق الإنسان وإشكالات يعني المرأة وإشكالات العدالة وإشكالات يعني حتى التنمية. هذه الموضوعات يجب أن تدرس بدقة، ويدرسها الدارس المختص وهو واع بأنها مشاكل كلامية أو مشاكل علمية عقدية جديدة، وهذا لا يتأتى إلا للمختصين من أمثال الدكتور طه عبد الرحمن وأمثال أقبال من هذه الطبقة العالية التي أنتجت علما كما أنتج العبد الجبار وأنتج القدامى وأنتج الرازي وأنتج الغزالي علما. نحن في حاجة إلى غزالي جديد، وفي حاجة إلى رازي جديد، وإلى ابن خلدون جديد، لكن بمقاربات جديدة.
شكرا. تفضل. شكرا فضيلة الأستاذ عبد الجليل سالم. شكرا لكم. رئيس جامعة الزيتونة سابقا ورئيس قسم أصول الدين وعضو بيت الحكمة عن هذه المحاضرات الماتعة التي أمتعنا بها خلال هذه الأيام السابقة. ونعتذر لمتابعينا على منصة زوم على الأعطال التقنية التي حدثت والتي هي خارجة عن إرادتنا من طبيعة الحال، ونضرب لهم موعدا إن شاء الله في محاضرة أخرى ربما مع الأستاذ أو مع أستاذ آخر بإذن الله تعالى. شكرا أستاذ الجليل الدكتور عبد الجليل، شكرا لك على كل ما قدمت، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأن يتقبله منكم. بارك الله فيكم. أشكرك دكتور يوسف كلام على إتاحتك لهذه الفرصة الطيبة والرائعة التي تفاعلت فيها مع طلابنا ومع زملائنا ومع عشاق المعرفة شرقا وغربا، وقد أكسبتني طبعا معرفة بكثير من الباحثين اتصلوا بي، وهذا في حد ذاته يعتبر يعني غنيمة ومكسبا لي أن أعرف الناس وأن أتعرف إلى الناس. ثم أريد أن أعبر عن امتناني وشكري لكم عدتم أربت القرويين بالزيتونة. والجامعة تعرف دورها ودور الريادة في نشر العلم وفي نشر الاعتدال وفي نشر قيم التسامح وقيم العلم التي كان عليها أسلافنا، وقد كانوا يعني علماء شعوا على الدنيا شرقا ومغربا. أنا الجامعة الزيتونية وأنا الزيتونة في حد ذاتها أنتجت علماء كبار أسسوا علوما كابن خلدون وابن عاشور، وأنتجت فقهاء أسماءهم في محكمة الهيئة الدولية. نخرج جيلا من المستقبل يستأنف درس التجديد ويستأنف درس الإبداع، ونرجو أن نكون من السائرين على هذا الخط. أشكرك جزيل الشكر أستاذ كلام، وأنا ما زلت مستعد لأعطي محاضرات المستقبل بعد أن تتيح لي بعض الزملاء، وهذه تجربة رائعة أنت أستاذ كلام كنت سببا فيها، وهذا يعني من حسناتك، وأرجو أن يكون في ميزان حسناتك. فمن سمى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أشكر. وأنا سعيد، أنا جد ممنون في لحظة جميلة، لأن الدنيا ملعونة من علم فيها إلا من عالم أو متعلم كما ورد في الأثر. أشكركم جزيل الشكر. إذا نتواصل معك فيما بعد ونرى الإمكانيات محاضرات أخرى، لأن ربما هذا الشهر لدينا أساتذة آخرين. نعم نعم، أنا نفسي أترك لي الوقت حتى أتحدث في موضوع أخر إن شاء الله. إن شاء الله الرحمن الرحيم، ربما الأسبوع المقبل تكون لدينا محاضرة مع دائما الدكتورة جونيفييف غوبيو حول علاقة علم الأديان أو الدراسات الكتابية في فهم القرآن الكريم. إذن إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لجميع المتتبعين الذين تابعوا هذه المحاضرة القيمة على زوم. شكرا، بارك الله فيكم. إن شاء الله إن شاء الله نتابع الأستاذة في المرة المقبلة لأننا نهتم بالأديان. شكرا جزيلا. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا. بارك الله فيك.